عقد مجلس النواب جلسته السادسة بدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية، وتمت إحالة المرسوم بقانون إلى مجلس الشورى. كما تم الإجماع بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وتمت إحالة المرسوم بقانون إلى مجلس الشورى. كما استعرض المجلس عددا من المقترحات برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضا نقديا بدل ساعات الراحة، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن افتتاح موسم التخييم والسماح للمواطنين بالتخييم في المناطق الصحراوية، وذلك بحسب الشروط والقوانين وبما لا يتخالف مع عمل شركة التنقيب عن النفط، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على تنفيذ توسعة لمركز محمد جاسم كانو الصحي الكائن بمدينة حمد وتحويله إلى مستشفى حكومي عام. ضمن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار عشان يتواكب مع التشريعات النافذة اللي صدرت بعد تنظيم قطاع الآثار، بما يشمل تعديل مسمى الجهة اللي تتولى إدارته وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار. طبعا جعل الجهة المختصة اللي يصدر بتسميتها مرسوم هي الجهة اللي تتولى الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الحالي، وخصوصا عقب ما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2015. تمت الموافقة اليوم مجلس النواب على التعديلات مرسوم بنك الخليج الدولي، وهذه التعديلات طبعا جاءت لأن كثير من الأمور تغيرت في الوضع الحالي، من ضمنها أن صار في القرارات تكون من الجمعية العمومية هي اللي تحدد قرارات البنك وسياسته واستمراريته، هاي كان في السابق غير موجود، كان فقط مقيد بمجلس الإدارة وكانت فترة أمر البنك 50 سنة، فبالتالي هاي التعديل يخلي البنك يستمر ويواصل. أيضا تم تعديل أن البنك يوزع من صافي الأرباح بعد الأرباح على مجلس الإدارة لا يزيد عن 10%، وأيضا عطى صلاحية حق الجمعية العمومية في توزيع الأرباح على المساهمين. إحنا في سنة 2021 من بعد ما كان البنك في تعثرات مالية في سنة 2021 حقق أرباح تفوق 37 مليون دولار أمريكي، فهذا يعطي انطباع أن البنك فعلا قاعد يسير في الطريق الصحيح، وهذه التعديلات اللي صارت راح تخفض على استمراريته.